ما وصلت لهدفي يعني للبرنامج بصراحة يعني، بس الحمد لله وصلت لهدف كثير جميل رائع وراقي، ونجاح لا يقدر بثمن، محبة الناس إلي هذا لحاله أحلى نجاح حقك. ربطت الطموح تبعي مصدر الرزق تبعي، أنا كنت حاب أدرس الموسيقى بس ما حلف من الحظ أن أدرس الموسيقى، فقدرت يعني أصنع شغلات من شغلات بسيطية يعني، وصلتها للعالم العربي من أدوات بسيطية. العرباي هاي هي اللي رفعتني وصلتني للعالم يعني. بسم الله توكلت على الله. أنا في الأصل الموسيقى، أنا بحب الموسيقى كثير. أنا توقف قدام المرأة أعزف وأغني وأنا صغير، تخيل حالك إني طلع تلفزيون. فمن كثر يعني حب للموسيقى فبقيت أطبل على دروج المدرسة، والأستاذ كان ينزعج مني يعني. فأنا جتني الفكرة أشتغل على العرباي مشان إيش بعمل موسيقى عليها، فهذا السبب اللي مسكني فيها يعني. والله الدخل المادي من العرباي الحمد لله مسترة، بس أيام هيك أيام هيك، أنت بتعرف يعني هو البيع والشراء يعني معروفة هيك بشكل طبيعي يعني. ففي يوم من الايام حطوا اعلان على الام بي سي اللي بده يقدم على مسرح الحسين الثقافي، فاستاجرت لي باص وحملت العربيه ورحت عليهم. والله اول عرض عملته للجنه كثير انبسطوا علي يعني. في يوم من الايام تتصل علي واحده من البرنامج، فبحب احكي له مبروك راح يتاهل معنا للمرحله الاولى، فانا من الفرح صرت اعيط. والله قالت لي بتقدر تطلع تقطع الجواز؟ قلت لها طبعا يعني الشغلة مش مزحة يعني، حلم حياة هذا يعني. أنا بعد البرنامج أنا يعني ما تغير أي شيء في حياتي يعني، خاصة ماديا ما تغير يعني، ومسكني أكثر أكثر حب للناس يعني، والناس يعني بتحبني يعني، أي زبون بيجي عليه بعتبره أخ إلي يعني، خاصة من القدماء اللي عندي يعني، وبعتبره معنى مقربين إلي مش زبائن عندي بس. أكثر إشي بحب أعزف للأطفال. نفسي يعني أولادي أنا يعني الإشي اللي أنا ما قدرت أحققه يعني في حياتي، بتمنى يعني من الله هم اللي يحققوه يعني. زوجتي اللي دعمتني وقفت معي خاصة الوصول للبرنامج يعني، ما قصرت معي، هي اللي قدمت لي أوراق وكل إشي يعني. بحب أوجه رسالة لأي إنسان عنده طموح وهدف، أقول له ما ييأس يعني، يعني ممكن هو يحقق حلمه يعني، مش شرط يعني الجهات المختصه ولا ايش، لا. فالتوقف علمتني الحياه هو الفشل، التوقف في الحياه.